تأثير اللغة العربية في اللغات الأخرى. تنتمي العربية إلى أسرة اللغات السامية المتفرعة من مجموعة اللغات التي تضم لغات حضارة الهلال الخصيب القديمة الأكادية والكنعانية والعبرية والآرامية واللغات العربية الجنوبية وبعض لغات القرن الإفريقي كالأمهرية. وعلى وجه التحديد، يضع اللغويون اللغة العربية في المجموعة السامية الوسطى من اللغات السامية الغربية الآرامية والعبرية والكنعانية، وهي أقرب اللغات السامية إلى العربية. وقد أدى المد اللغوي للغة العربية إلى انقراض بعض اللغات وحلول العربية محل اللهجات الآرامية والسريانية. ويمثل تأثير اللغة العربية على اللغات الأخرى بالمفردات والبنى اللغوية عن طريق الأصوات والحروف واستعمال الأبجدية العربية للكتابة، إضافة إلى دخول الكثير من الألفاظ المعجمية العربية في لغات أخرى. وقد ذكر المستشرقان أنجل مان ودوزي في كتابهما معجم المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من اللغة العربية أن الكلمات العربية الموجودة في اللغة الإسبانية تعادل ربع كلمات اللغة الإسبانية، وأن في اللغة البرتغالية ما يربو على 3000 كلمة عربية. وأبان المستشرق لامانس في كتابه ملاحظات على الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية، ما يربو على 700 كلمة عربية دخلت اللغة الفرنسية. أما عن تأثير اللغة العربية في اللغة الإيطالية، فيقول رينالدي: لقد ترك المسلمون عددا عظيما من كلماتهم في اللغة الصقلية والإيطالية، وانتقل كثير من الكلمات الصقلية التي من أصل عربي إلى اللغة الإيطالية، ثم تداخلت في اللغة العربية الفصحى، والجزء الأعظم من الكلمات العربية الباقية في لغتنا الإيطالية التي تفوق الحصر دخلت اللغة بطريق المدنية لا بطريق الاستعمار. إن وجود هذه الكلمات في اللغة الإيطالية يشهد بما كان للمدنية العربية من نفوذ عظيم في العالم المسيحي. ومن مظاهر تأثر اللغات الأخرى باللغة العربية نجد المعجم اللغوي الفارسي قد زخر بالمفردات والألفاظ ذات الأصول العربية، نذكر منها على سبيل المثال للحصر: شاطئ، رابح، شخصي، ضاحك، وغيرها الكثير من الألفاظ. كما تأثرت اللغة التركية بالألفاظ العربية نحو صناعة، عدالة، مرحبا، وحتى. ولا يزال في اللغة الإسبانية مجموعة من الكلمات العربية، وذلك بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد الأندلس، ويقدر ما يزيد على 4000 كلمة عربية وأكثر من 1000 جذر لغوي عربي، وهما معا يشكلان ما نسبته 8% من المفردات الإسبانية، كما في الرز والياسمين والناعورة وغيرها من المفردات. ورغم التمازج بين اللغة العربية واللغات السامية الأخرى، ظلت اللغة العربية محافظة على أبنيتها الصرفية والنحوية، إلا أن حركة استعارة من اللغات الأخرى حدثت وأدت إلى دخول بعض المفردات مما لا عهد لهم بها، كالمسك والمرجان والديباج والاستبرق والدينار وغيرها. استطاعت اللغة العربية أن تستوعب الحضارات المختلفة الفارسية واليونانية والهندية المعاصرة لها في ذلك الوقت، وأصبحت لغة عالمية واللغة الأم لبلاد كثيرة لارتباطها الوثيق بالدين الإسلامي والقرآن الكريم. فاللغة العربية هي اللغة الخالدة على مر العصور.